افتتح سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني للرياضة ذوي الإعاقة مؤتمر ومعرض تكنو لا إعاقة الدولي بمناسبة اليوم العالمي للمعاق تحت شعار بالتقنية والإرادة نتجاوز الإعاقة. تحت رعاية سموه وبحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وسعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة وسعادة الشيخ دعيج بن خليفة الخليفة نائب رئيس اللجنة العليا لرعاية ذوي الإعاقة رئيس المكتب التنفيذي باللجنة وسعادة الشيخ محمد بن دعيج الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر. افتتح سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مؤتمر ومعرض تكنو لا إعاقة الدولي، حيث أعرب سموه عن سعادته بافتتاح المؤتمر والمعرض والذي يأتي ضمن مبادراتنا الموجهة لدعم ذوي العزيمة على المستويين العلمي والإنساني والهادف إلى تمكينهم من الاستفادة من الوسائل التكنولوجية والحديثة والمتطورة والتي تكون داعمة لهم نحو حياة أكثر تفاؤلا وفعالية في المجتمع. فإننا دائما نحرص على إطلاق المبادرات التي من شأنها أن تنمي وتطور قدرات وإمكانيات ذوي الإعاقة بما ينعكس على تعزيز دمجهم ويسهم في تشجيعهم للمشاركة في العملية التنموية في المملكة. وأضاف سموه: منهجنا مواصلة رعايتنا ودعمنا لذوي الإعاقة التي تتماشى مع رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة بالاستمرار في توجيه كافة وسائل المساندة لهذه الفئة التي تمتلك الكثير من الإبداع كل حسب تخصصه، وتود أن يكون لها دور حقيقي في مختلف قطاعات المملكة. فإننا نسعى لتوجيه جهودنا نحو ترجمة تطلعات القيادة لتذليل الصعاب والحواجز على إخواني وأخواتي من ذوي العزيمة ليكونوا قادرين على العطاء والعمل في حياة أكثر تفاؤلا وتقدما. مشيرا سموه إلى أن المؤتمر يعتبر وسيلة لتعزيز الاهتمام بهم وتقديم صور وأشكال الدعم في قالب معرفي وتكنولوجي. وقد وجه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الشكر والتقدير لرئيس اللجنة العليا ولجميع أعضاء اللجنة المنظمة على ما بذلوه من جهود كبيرة للإعداد والتحضير لهذا المؤتمر، مقدرا سموه المشاركة الواسعة من قبل المختصين والأكاديميين والباحثين في مختلف مجالات ذوي الإعاقة، مؤكدا سموه في الوقت ذاته أن المخرجات التي سيقدمها هذا المؤتمر ستصب في مصلحة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التي من شأنها تطوير قدرات ذوي الإعاقة. وقام سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بتدشين بوابة الإنسانية والتي تعتبر أول موقع عربي من نوعه متخصص بالعمل الإنساني والذي يعد مصدرا شاملا يختص بكل المعلومات المتعلقة بصناعة العمل الإنساني. وخلال الحفل قام سموه بتكريم سعادة الشيخ دعيج بن خليفة الخليفة نائب رئيس اللجنة العليا لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين والذي يعد واحدا من رواد العمل الإنساني بمملكة البحرين الذي أفنى عمره في المجال الإنساني والذي يعتبر قائدا مؤثرا في المجال ليس فقط على المستوى المحلي فحسب وإنما على مستوى الوطن العربي والدولي. وكرم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة المنظمات والشركات والمؤسسات التي شاركت في دعم مؤتمر ومعرض تكنو لا إعاقة. بعدها دشن سموه المعرض المصاحب للمؤتمر حيث قام سموه بجولة في أرجاء المعرض تعرف خلالها على ما يحتويه هذا المعرض من الابتكارات والتقنيات الحديثة والتطبيقات الجديدة المساعدة لذوي الإعاقة. وفي الختام تسلم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة درعا تذكاريا من اللجنة المنظمة العليا تقديرا منهم على دعم سموه ورعايته لهذا الحفل، موجهين لسموه الشكر والتقدير والامتنان على رعاية سموه الدائمة لذوي الإعاقة.
تكنولوجيا نتحدى الإعاقة، شعار رفعه مؤتمر تكنو لا إعاقة، والذي انطلق بفعاليات وأوراق عمل متنوعة تسلط الضوء على أهمية الاستفادة من الوسائل والتقنيات الحديثة والمتطورة في دعم ذوي الهمم، والذي يأتي ضمن مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة العلمية والإنسانية. في الوقت الحاضر أصبحت التكنولوجيا هي أساس في كل أمور الحياتية. صحيح إن لو لاحظنا أن السنوات الماضية تمت المجتمع الدولي اهتم بالتشريعات، اهتم بالقوانين، بالأنظمة على سواء دولية أو على المستوى الوطني، بس اليوم دخل شيء جديد اللي هو التقنية، و طبعا اهتموا المصانع او الصانعين او العلماء والخبراء في هذا الجانب ان يطورون هذه التجهيزات بحيث تتماشى وتتناسب مع الاشخاص ذوي الاعاقه. التكنو لا اعاقه الكلمه تهدف الى تعدي وتجاوز الاعاقه عن طريق التكنولوجيا، ويهدف هذا المؤتمر الى طرح اساليب واوراق عمل واختراعات اكتشافات قاموا بها بعض المخترعين في المنطقة وخارج المنطقة لتعدي هذه وتجاوز هذه العقبات اللي توجد عند الأشخاص من ذوي الإعاقة. وأمانة شفنا حلول جديدة وحلول كثيرة من دول مجلس التعاون ومن العالم أول مرة تطرح في منطقتنا، ونتمنى أنها يكون بادرة خير للبحرين والأخوان من ذوي الإعاقة. مؤتمر علمي متقدم يجمع نخبة من الاختصاصيين والأكاديميين تستعرض أبحاثها وابتكاراتها وخبراتها في مجال ذوي الإعاقة من خلال طرح العديد من الأفكار والرؤى والمشاريع وتقديم وسائل وتطبيقات جديدة ومتطورة تسهم في تنفيذ الأهداف التي يسعى لتحقيقها هذا المؤتمر، وأن تكون ذات نوعية وجودة عالية لتحقق أهداف المؤتمر في المستقبل ويكون تأثيرها إيجابياً على ذوي الإعاقة وكبار السن. دعم الشخصي من سموه لكافة الأنشطة ذات العلاقة منذ سنوات عديدة لها دور كبير في تحفيز الجهات الرسمية أيضاً، وفي نفس الوقت تزويد المعنيين بأحدث المستجدات على هذا الصعيد. بالنسبة لمثل هذه الفعاليات فيها فرصة كبيرة جدا أولا لتبادل الآراء بين المختصين، لأن هذه الفئة تنال اهتماما عالميا، وهناك كثير من النظريات التربوية والعلاجية لهذه الفئة، وأيضا تقوم أساسا على الجانب التوعوي. مثل هذا اللقاء أعتقد سيصب في هذا الاتجاه. موضوع حيوي جدا، لأن اليوم الأجهزة والتقنية والأجهزة التكنولوجية يعني تلعب دور أساسي في تمكين أصحاب ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة جميع الأنشطة في الحياة والأعمال. فاليوم الحقيقة هناك فجوة، هذا المؤتمر يحاول أن يقلص هذه الفجوة في المعرفة، في الثقافة، في الممارسة، ليس فقط للمعاق ولكن أيضا لعائلة ذوي الاحتياجات الخاصة ككل، وعائلة المعاقين وعائلة المسنين، بحيث أن يكونون على علم تام بمثل هذه التطورات التي تساعد وتمكن الجميع للاندماج في الحياة. خطط رسمت وأفكار نفذت في مؤتمر خاص بأصحاب الهمم ليصبح بارقة أمل لهم تساعدهم على تخطي حاجز الإعاقة، ليمنحهم فرصة للعيش بصورة طبيعية تخدم تطلعات هاتين الفئتين. المؤتمر يعتبر من المؤتمرات النادرة في منطقتنا العربية التي تهتم بتكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة. العالم تطور جدا في هذا المجال، أصبحت الإعاقة شيئا سهلا إذا قرن الوضع بالفترات السابقة من خلال الأدوات المساعدة، ونتمنى من هذا المؤتمر أن يطلع من خلاله العاملون في مجال الإعاقة وذوي أمور الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الإعاقة أنفسهم بما أتاحته هذه التكنولوجيا من فرص
يمكن لها أن تعوض إعاقاتهم وأن تساعدهم في أن يدخلوا الحياة وأن يكونوا فاعلين فيها وأن لا يكونوا دائما عالة على الآخرين. يمكنهم من خلال التكنولوجيا المتطورة التي أصبحت الآن موجودة أن يعتمدوا على أنفسهم وأن بإرادتهم كما جسدها المؤتمر من خلال التسمية بالإرادة والتكنولوجيا يمكن أن نتجاوز الإعاقة. هذا المؤتمر يتناول العديد من القضايا، لاحظت أنه متركز على الأمور الإيجابية والدراسات الحديثة. سيتكلم أغلب الدارسين أو الباحثين عن آلية الدمج والتعامل والتعليم والرياضات المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة، فهو شامل لمختلف الإعاقات ولمختلف الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة. مشاركتنا ستكون إن شاء الله تعالى عن الدمج في المملكة العربية السعودية وطرق التعليم والتدريس لتبادل الخبرات مع الأخوة الزملاء في مملكة البحرين. في يومه الأول قدم لهم اختراعات متميزة وأفكارا وتطبيقات رقمية بالإضافة إلى بوابة إنسانية تعنى بكل ما يخص أصحاب الهمم. 30 ورقة عمل تصنع الأمل، ترسم الابتسامة وتبث روح الإرادة لدى ذوي الهمم في تكنو لا إعاقة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.